نعم أقولها اقتصادية لما شهدته من حركة ذهوبة بين مختلف الفاعلين ومن أجل طفر عقود تعود بالنفع عليه وعلى المواطن المتعطش لاكتشاف جمال الجزائر. كما أغتنم وسامحة لأعرب لكافة المشاركين في تنظيم هذا الصالون من ممولين ومساهمين ومنظمين عن شكر جزيل على جهودهم في إنجاح هذه التظاهرة. وأسدل الستار على هذه التظاهرة وعلى هذا الصالون المميز على أمل اللقاء بكم في صالونات وتظاهرات أخرى يشرف عليها قطاع السياحة. أشكركم على كرم الاستضافة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مما امتازت به هذه الطبعة هو مشاركة جناح ثري لوزارة الثقافة، وهذا تكريسا للاتفاقية المبرمة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة الثقافة تسييدا للسياحة الثقافية. وبهذه المناسبة باختتام هذه الطبعة المميزة نقدم لكم عرض فولكلوري من طرف الديوان الوطني للثقافة والإعلام. أفضل جناح عرض لهذه الطبعة 21 يتقدم ممثل هذا الجناح رويال توليب، ويتقدم السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية لتقديم هذه الجائزة لأفضل جناح عرض لهذه الطبعة 21 لصالون دولي للسياحة والأسفار. فهنيئا. الجناح الأفضل تنشيطاً لهذا الصالون الدولي عادت إلى ولاية تمن راست جناح كاراكار، فليتقدم السيد محمد زونغا ليتسلم الجائزة من طرف السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية. سيدي ناجر وهاجر الجناح الأكثر جاذبية في هذه الطبعة. أفضل مشاركة شبابية، فتحية للشباب الذين شاركونا في هذه الطبعة. وعادت هذه الجائزة إلى جناح أوستل ريس، فليتفضل ممثل هذا الجناح. تحية خاصة لهذا الشاب. هنيئا. مشاركة شبابية مميزة في هذه الطبعة.